افا كورتكس الحين ما تبينا من اخر حلقه يا الله من الحلقه اللي قبل والحين يقول وخر وخر وبعده هاي بيو ما بعلوم مرجله هذه يا كورتكس ما بعلوم مرجله عيب يلا خلونا نبدا بالعالم حق الثلج طيب هلا والله شباب صالح معكم رجعنا كراش السباق هذا حق بلاي ستيشن 2 كراش نيترو كارت خلونا نبدا بانجن هالمره مرحله الثلج تايني هو اللي ساعدنا ما هو موجود كورتكس للاسف الله انطلق والله كان ودي يصير هو موجود عشان نعذبه والله شباب كثيرين منكم قالوا لي صالح عذب كراش بدل كورتكس والله ما احس ان تعذيب كراش ممتع يا شباب يعني الله يا انجن انت ما تعرف الطريق تروح الطريق ذاك فاقول لكم يعني تعذيب كراش ما احس انه يعني شيء يضحك ولا اي شيء يعني خلوه ازين لو كورتكس خصوصا لو كان كورتكس معي احس انه يضحك اكثر يعني احس انه يضحك اكثر من انه يكون ضدي يعني وناسه تعذيبه حتى لو كان معي لا غرست الثلج لا انجن مو يا انجن يا شو اسمك يا تايني يلا اوكي خل نروح للطريق المختصر هنا هوب وانا الاول مستحيل تسبقني يا تايني حتى لو انت صديقي مستحيل يس مبسوطة انجن الحين يلا اوكي اطلق ذولا بسرعة اوكي خلاص يلا ما قضت الحين ايوه يا سلام اقدر اروح الحين ايوه ما ادري ليش انا ما رحت اوكي استفدت في سرعة هنا ما اخذت الكرتون اللي فيه اكس مع انه يعني حتى لو اخذته ما راح يعني يطلع لي شيء لاني ما اطلقت الصاروخ هذا خلونا نطلقه الحين يلا توي اطلق الصاروخ من بداية المرحلة هو كان معي اصلا يعني توني اطلق ما ادري لا مو من بداية المرحلة عاد اوكي لا حد ينزل هذا ايوه الحمد لله ما نزلته خلاص انا احط هذه بسرعة واروح انا هنا مع السلامة ابسبق الاخير بعد ابسبق الاخير من يعني شو اسمه بحاول كذا اسبق الاخير بحاول كذا اروح الطريق المختصر كذا كم من مره اسبق الاخير ما يمدي عاد على الاخير اسبقه مره ثانيه كذا اي ما الظاهر يمدي لو انه سبع درات كان يمكن يمدين اوكي لا حطيته انا كان قصدي اني اطلق علشان اخذ الكرتون اللي عليه اكس وتطلع لي كذا ثلاث طلقات لكن طلقته ولا اخذت الكرتون ما ضبطت معي يلا اوكي يا سلام كهرباء خذه وتكهربوا لا مين اللي سكر هذه افتحها خلوه كذا مفتوحه عشان انا انقز والسانس الى حين ما انفجر ما في احد انفجر بالقنبله ذي الله مو مشكله رحت له طريق المختصر بكل الدورات الله انا الاول يا سلام اوكي تايني الثاني مو مشكله يزعجنا ذا بصراخه هذا الحين I just won قول انا فزت نوم العوافي يا كراش نوم العوافي كأس اخذنا شكرا يا شو اسمك يا بس لا تطلع لي يعني كذا بكل مرة كل شوي كذا تطلع انت مزعج يعني بارك لي بس لا تزعجني خلاص مدام ان تايني حزين علشان خسر خلونا نخليه يفرح بالفوز المرحلة هذه اذكر فيها طريق مو بطريق مختصر لكن طريق اذا رحت له هنا يصير يعني فيه سرعه. كورتكس هلا والله. يلا تايني بيعذبك مره ثانيه. ان شاء الله قنبله. تخيلوا عاد تطلع لنا قنبله من البدايه. يلا قنبله. يا رب عاد. يا قهر طلعت لي سرعه يلا بس. مو لازم. اوكي ان شاء الله تطلع لي قنبله بعدين. يا رب قنبلة الحين لا كورتكس درب خطتي كورتكس درب خطتي واخذ شو اسمه اخذ بعد شو اسمه الكرتون هذاك اللي كان قدامي الله كورتكس حنا اصدقاء يعني بس طبعا طلقت الصواريخ هذول بس كذا بشكل عشوائي ابعدوا احتاج انا الكرتون هذا اي مين ذا اللي بيطق علي؟ اوكي طلع لي هذا اوكا وطلع بوقت مناسب لانه طلع بالوقت هذا اللي يعني شو اسمه ايوه هنا يعني. حلو هذا الطريق اللي انا كلمتكم عنه يا شباب مو بطريق مختصر لكنه يعني يخلينا شو اسمه يعني في سرعه فهمتوا؟ اوكي قنبله كورتكس تعال
تعال اقترب يا كورتكس، قرب يلا. تفضلوا تفضلوا سبقون، حياكم الله. يلا حياكم الله كورتكس، احنا يعني ما عند احنا يعني شو اسمه فريق واحد، فاذا يعني احنا فريق واحد عندي هديه لك. اح اوكي امشي امشي طيب، ورا ما يمشي. اوكي اخيرا مشى كورتكس الثالث، يعني قرب كورتكس. اوكي صار الرابع الحين صار الخامس، لازم يصير معي، يحبني كورتكس. ما دام انك تحبني يا كورتكس هذه هدية حب. ايوه ايوه خلنا نشوف نستمتع كذا بالمنظر. ايوه انفجرت بوجهه، يستاهل يستاهل ما جاء، يستاهل يستاهل. اوكي ما نريح للطريق هنا لانه خلاص ما يمدين. هدية حب هدية حب يا جبن كرافت. يا ليت لو جتك هذه بعد شو اسمه البالونه هذه، يا ليتك لو تتاثر وما يحميك هذا. اوكا اوكا اوكي والله وناسه يا اخي تعذيب كورتكس، خصوصا اذا كان معي. والله اذا كان معي يصير يصير فله اكثر يعني، لانه خويك يصير وتعذبه. يا سلام ايوه الحمد لله انقذني اوكا اوكا على اخر لحظه. يلا قربوا خلاص الحين عذبنا كورتكس، الحين بنصير بنصير الاول يعني. اتمنى لو كورتكس يصير الثاني علشان عشان نستمتع بصياحه الرائع يعني، يمتعنا بصياحه. اوكي ما ادري اذا هنا يمدين. اوكي ما يمدين ما يمدين، ما الظاهر انه يمدين نروح طريق مقص. خلاص اهم شيء بس في الحين. ايوه ان شاء الله فيك. ضربت احد الدنكدايت السهل. كورتكس السابع. يلا ما احنا بسامعين صياحه، مو مشكله، كان ودي اسمعه قاعد يصيح. اصبر خلينا نشوف كوكو الحين تحب تايني تسوي الحركه هذه، ما ادري هي اصلا كذا تسوي الحركه هذه يبقى لنا تفكر، بس كانه تحب واحد يعني كذا تحبه كذا معيده. يلا المره عاد بنلعب كورتكس. خلاص رح وبس. اوكي هنا على ما اظن المكان، لا لا مو بهذا، هذاك البوست الزعيم هناك. هنا عاد المرحله وانا هناك. اوكي هذيك هذيك هي. يلا خلاص الحين كورتكس. يلا جبنه كرافت. الجبنه بتفوز. تايني هو معي، لا تعذبني يا تايني هالمره. ها تكفى. تخيلوا عادي يعذب كورتكس، صدق يطلق عليه قنبله مثل ما انا مثل ما صوابه عليه يعني. اوكي اوكي السباق لي، هذا اللي يقول ذا ريس از ماين يعني السباق لي. اوكي ابعد كراش، ابعد ابعد. اوكي ايوه الحمد لله تعمدت انا طبعا اطلق الحمايه على طول كذا بسرعه، لاني داري ان هذه بتجين. تستاهل يا دنكدايل، سحبت علينا صرت ضد الخير والشر وتركت يعني فريق كذا كورتكس. شو السحبه هذه؟ تستاهل، بعذر كورتكس بيصير يعني زعلان عليك. تترك صاحب كورتكس صاحبك الوحيد. ابعد يا تايني، خلني افوز المره. خلاص ما احنا بس دقايق يعني عذبت كورتكس. كورتكس الحين عصب عليك. يلا اوكي اي كنت داري والله كنت حاس انا، ولو ما حطيت اصلا شو اسمه ما طلعت الفقاعه هذه كان يمكن بقعد كذا ادور اقلب روسكم لين الدخون. يلا خلاص تايني خلني اسبك خلني اسبك. ايوه يا سلام اوكا 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 اوكا. ثلاث مرات طلع لنا، ما ادري كم مره طلع لنا، الظاهر انه ثلاث مرات. يعني هذه المره الثالثه اللي انا اقصد. تستاهل احسن. يلا اوكي ييها ييها. ما انا مهاجم اصدقائي، هو اللي يجي كذا قدامي ويروح يعني شو اسمه تجيها الطلقه، انا ما سويت شيء انا. طبعا يا شباب الطرق المختصره يعني في بعض الناس يقولون لي صالح لا تروح للطرق المختصر عشان الحماس وما ادري ايش. بالعكس ترى الحماس اذا انا رحت للطرق المختصر ترى يعني الطرق المختصره اذا جيت رحوله صعب مو بسهل ترى، يعني لا تحسبونه سهل، ممكن انتم تشوفونه سهل لاني انا اروح له بسهوله علشان يعرف اللعبه، لكن بالنسبه للعب عادي صعبه مره. فيعني يعني اتوقع اغلبكم ما يقدر يروح
اتوقع ان اغلبكم ما يقدر يروح للطرق المختصره الا اذا كان معه سلاح برتقا او سرعه. فانا اقدر اروح له طبعا بدون السرعه الطرق المختصره يعني بعضهم يعني ممكن لن. اغلبهم بعد ممكن مو بعضهم وبس يعني. تعيني خلاص مصمم انك تسبقني الى هالدرجه زعلان على كورتكس انت الى هالدرجه؟ لا لا كورتكس اللي زعلان عليه مو هو اللي زعلان على كورتكس. ايش دخل كورتكس يزعل منه؟ اوكي الله خلاص كورتكس بيفوز عليك هالمره. اوكي لا تخافون يا شباب ما نمخليكم ما ندوخكم بهذا المكان ابدا ما نمخليكم يعني تصرون تصيرون تشوفون تصيرون يعني تشوفون الواحد ثلاثه زي هذاك فؤاد. فؤاد اللي خاله اسعد عمر قال لي 18 اوكي مين الاخير كراش الاخير يا اخي ازين اذا جاي يفوز كورتكس بل تسمه اذا جاي يفوز تذكرون وش يقول هو اذا فاز كراس السباق اللي على البلاي ستيشن 1 يقول كذا ضحكه يعني يعطي ضحكه شريره. هلا اللي مزعجنا هذا الحين بنسابق القرش هذاك بيطلع القرش سمكة القرش انجينير مهندس شكل قرش هذا المهندس هذا الله كذا يقعد يدور ايش فيه يقعد كذا يلعب ملاكمة هو الله عصب لا ما يكفي هذا بعد نبغى زيادة اصلا يعني حركاتك سامجة يلا سابقهم واسمع كلام هذا لا يعصب عليك الحين يلا تحدانا نوريك ندعسك ندعسك دعس الله واخذنا الكأس اوكي خلاص قل يعني قل لي وانه تروفي وبس يعني مو بلازم تطلع لي وانت امس زين امس زين لا 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 تدخل هناك لا تدخل لا تدخل روح روح لما البوس يا جبن خلاص يا جبن انت شوف يا كورتكس كثير من المرات جبان واسمك جبن اسم على مسمى صراحه والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل يلا نحط انجن دي ديبس سي دروي دروينج ما ادري والله وش الكلمه الثالثه طبعا انا قاعد اقرا اللي تحت يا شباب معناها البحر العميق بعدين ما ادري والله وش الكلمه الثالثه ما اعرفها انطلق خلونا نسبق نسبق سمكة القرش هذا اخذت كرتون الاستفهام علشان ان شاء الله برتقال يطلع لي اوكا اوكا يا سلام ظني فيك ما يخيب يا اوكا اوكا اذا قلت لك اطلع لي تطلع لي ان شاء الله عليك تسمع الكلام اوكي ايوه اخوك اخوك طلع لي اخوك خلاص بسميه اخوك ما يعني اكو اكو نسميه برتقا علشان هو يقول برتقا فهذا بسميه اخوك علشان لا لا تخافوا ما مسميه كذا عادي يعني عشان التسميه ذي الغبيه اصلا اخوك يا تستاهل جاك الصاروخ اوكي ان شاء الله تتكهرب خلنا احط هذه خلنا احط هذه بالسرعه علشان اذا جيت اسرع يجيك كهرب يلسعك الكهرب لسع ثلاث قنابل او ثلاث كهرب ثلاث كهرباء ان شاء الله اوكي حلو يلا كهرباء هنا وكهرباء هنا وكهرباء هنا ثلاثه ورا بعض اوكي يلا باخذ الكرتون اللي عليه اكس خلاص يعني ما يفيدنا الكرتون هذا اللي عليه استفهام كل اشياء بتطلع لي مع ورا لو اخذ لي هذا زين اوكي الله ثلاث سرعات ثلاث سرعات اوكي يا سلام يا سلام عليك يا انجن دوس يا انجن هاي الله دوس يعني بس خليك منتبه ما بت يعني لا تستعجل يعني ايوه يا سلام والطريق المختصر رحنا له رحنا له مرتين اوكي ما ادري والله خلونا نطلق السرعه بس الحين مو لازم اخليها يعني بالدور الجايه اروح للطريق المختصر لانه سهل هذا الطريق المختصر ذاك ما يحتاج اروح له بدون سرعه
اوكي ثلاث سرعات بعد زياده خلاص يا اخي طلعوا لي شيء طيب اسلحه يعني اوكي خلنا نسرع بعد دوس يلاك يا بالون يقول انت مثل البالونه يعني ما ادري يقول بالون هو ادري اللي انا سمعت بالون ما ادري اذا سمعت انا خطا يمكن سمعت خطا اوكي كهرباء خل نروح لذا خل نروح هنا مو كل شوي نروح هناك بس على اليسار نروح هنا ايوه اوكي خلنا ناخذ الكرتون خذ الكرتون بس لا يعني لا تنضرب بذيك يلا خذ خلنا ناخذ ذا بعد اوكي كل الكراتين عليها اكس ثلاث سرعات حلو دوس ايوه ما ادري ليش انا رحت الكرتون ذا اللي على اكس مو لازم يعني ما كان له لزوم يلا اوكي ثلاث سرعات بعد ثلاث سرعات خلاص ثلاث مرات اعطوني اياه ثلاث سرعات اعطوني يعني ثلاث مرات كان يعطوني تسع سرعات ازين كذا مره واحده يلا خلاص فزنا هلا احلى تاين قاعد يستعرض عضلاته we should try that yes they could make great henchmen but this one lost يقول هذا خسر يا الله يقربك يا شباب الله يعين لو شاف لو في احد منكم شاف قاعد يشوف المقطع وهو قاعد ياكل قولوا لي بالله اذا في احد منكم قاعد ياكل وهو يشوف المقطع هذا وشاف من اللقطه هذه تقرف يا الله اللي منكم قاعد ياكل ما اتوقع انه طلع العشاء وبس بعد اللقطه هذه اتوقع الفطور والغداء والعشاء كل الوجبات الثلاث فتحنا هذا الفنون الفنون مين لحظه بقراه صح فينو مينا ايوه الحمد لله اخيرا زين الحين نطقته صح طيب يا شباب وصلنا نهايه الحلقه اتمنى الحلقه هذه عجبتكم فان شاء الله اتمنى انكم ما تنسوا الاشتراك بالقناه واللايك والله شوفوا انجن هنا علق صاروخ حقه يا اخي شكله كذا يعني شكله اصلا قبيح انجن ما يعجبني ابدا ايوه ان شاء الله الحلقه هذه عجبتكم اتمنى انكم ما تنسوا الاشتراك بالقناه واللايك وفعلوا التنبيهات عشان تصلكم مقاطع اول باول ونشوفكم على خير كان معاكم صالح في امان الله.